السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة هاني أم يحيى. واليوم مع خبر الحمد لله فرحونا به، كنا كنتسناوه مدة طويلة. هذه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الحمد لله قررت بعد استشارة السلطات الصحية والإدارية إعادة فتح المساجد بالمغرب تدريجيا، كذلك الأداء صلوات الخمس، وذلك ابتداء من صلاة ظهر يوم الأربعاء 23 ذي القعدة 1441 هجرية موافق 15 يوليوز 2020، مع مراعاة الحالة الوبائية المحلية وشروط المراقبة الصحية اللي غادي تدبرها إن شاء الله لجان محلية بأبواب المساجد. كذلك الوزارة عطتنا واحد البلاغ اليوم الثلاثاء أن المساجد غادي تبقى مغلقة بالنسبة لصلاة الجمعة للأسف، حتى يعلنوا عليها في وقت لاحق ويعلنوا على التاريخ اللي غادي تفتح فيه أداة صلاة الجمعة. كذلك أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن بهذه المناسبة هذه الحمد لله على أن مراعاة المصلحة الشرعية من عدم الإلحاق أداء العدوى بالآخرين تقتضي من كل شخص، أي واحد فينا خاصه يحس خاصه يحرص على إجراءات الوقاية، لا سيما وضع الكمامة، مراعاة التباعد في الصف بمسافة متر ونصف بين كل شخص وشخص، حتى يتوفر الشرط إن شاء الله ديال تراس الصفوف. الحمد لله على هذا الخبر، على الأقل بعدها فرحنا بزاف، حيت بصراحة أن كل شيء بدأ يتفتح إلا المساجد كانت شي حاجة اللي مقلقنا بزاف. خبر زوين الحمد لله، وقلت علاش لا ما نشاركوش معاكم. إن شاء الله علاش لا ما ترجعش صلاة الجمعة، نتمنى في القريب العاجل. إلى اللقاء، إلى فيديو آخر إن شاء الله.